أهلا بكم حبايبي طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية والإعدادية في قناة دروس ببلاش. معكم مستر وجدي نبيل، مدرس لغة إنجليزية. الفيديو ده توضيحي إن شاء الله إزاي تكتب الإنجليزي في المشروع البحثي. طبعا المرحلة الابتدائية مطلوب منهم 4 مشروعات بحثية بعنوان السياحة والماء والطاقة والصحة. المرحلة الإعدادية مطلوب المشروعات تحسين البيئة العلمية والتكنولوجية، ده رقم 1. رقم 2 الزيادة السكانية والأمن الغذائي. رقم 3 البيئة. طبعا مطلوب من المرحلة الابتدائية، تالتة ابتدائي مطلوب عدد كلمات معينة، من رابعة لستة عدد كلمات معينة، والمرحلة الإعدادية مطلوب منهم من 40 إلى 60 كلمة. إزاي أنا هوظف مادة اللغة الإنجليزية في المشروع البحثي بتاعي؟ طيب، المطلوب طبعا في المشروع البحثي بتستخدم كلغة عربية اللغة العربية والدراسات الاجتماعية والعلوم والرياضيات، ويجي دور اللغة الإنجليزية هوظفها إزاي. نمسك مثلا مشروع بحثي بعنوان البيئة، طالب أولى إعدادي أو تاني إعدادي أو تالت إعدادي كاتب عن البيئة مثلا. هناخد مثال. طيب، عنوان المشروع البحثي البيئة، يبقى هيكتب جنبها the environment. يعني مثلا العنوان مكتوب البيئة بلغة عربية، يكتب جنبها the environment. طيب، وتكتب المشروع البحثي براحتك عادي، مفيش مشكلة، انت بتكتبه باللغة العربية، لكن ممكن يصادف كلمة معينة، مصطلح معين في المشروع البحثي بتاعك، توظيف اللغة الإنجليزية انك هتكتب الحاجة دي جنبها باللغة الإنجليزية. يعني مثلا انت كتبت بعد كلمة البيئة او كعنوان كاتب كلمة مقدمة، كلمة مقدمة هتكتب جنبها introduction. introduction، يبقى كده انت استخدمت 3 كلمات من المطلوبين منك في اللغة الانجليزية. طيب، انت عايز تعرف مثلا علم البيئة، علم البيئة هتكتب جنبه ecology. ecology، وهكذا بقى. وانت بتتكلم مثلا في كلامك لغة عربية، صادف انك كتبت كلمة وزارة البيئة مثلا، جنب كلمة وزارة البيئة هتكتب Department of the Environment او Ministry of the Environment، وهكذا بقى. وانت بتتكلم وبتكتب في مشروعك البحثي، لقيت مثلا تفاعلات كيميائية، انت كاتب تفاعلات كيميائية باللغة العربية، اكتب جنبها Chemical Reactions. Chemical Reactions، وهكذا. عندك أثناء البحث مثلا كاتب أو حاجة بعنوان وسائل النقل أو المواصلات، اكتب جنبها means of transport أو means of transportation، وهكذا. جت سيرة مثلا إيه، وكاتب عنوان أو كلمة الكرة الأرضية، اكتب جنبها the earth، وهكذا. عندك مثلا المجاعة، جات سيرة أو كلمة المجاعة أو كعنوان حاجة معنونة المجاعة، اكتب جنبها starvation، وهكذا. عندك مثلا عبارات استرشادية في البحث كنصائح للحفاظ على البيئة، طبعا مطلوب منك إنك تكتب لافتات أو عبارات استرشادية باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية. أنا مجهز لك حاجة هنا أهو مترجمة، وبعد كده مصحوبة بالصور، وبعد كده هسيب لك برضو اللينك الخاص بالرابط اللي هو فيه الصور بتاعت ال10 جمل دول. مثلا عندك هتكتب لوحة إرشادية، ده خاص بالبيئة، مثلا bike more drive less، هتكتب انت جنبها او تحتها مارس ركوب الدراجة اكثر، قلل من قيادة السيارة. انت طبعا هتختار واحدة او اتنين او ثلاثة على الاكثر من ال10. عندك مثلا هتكتب لافتة بعنوان حافظ على المياه، او بعدها بالانجليش conserve water مثلا. طيب، عندك مثلا use long lasting bulb lights، المصابيح الكهربائية طويلة المدى فكرة لامعة مثلا. دي حاجات عناوين وعبارات استرشادية. طبعا حاجة بسيطة جدا اهو، لافتة مثلا بعنوان plant a tree، وتكتب جنبها او كترجمة ليها ازرع شجرة، وهكذا. طبعا دي الرسومات التوضيحية بتاع ال10 جمل او ال10 نصائح اللي فاتوا. عندك هنا bike more drive less، عندك educate، عندك volunteer، عندك reduce reuse recycle، عندك conserve water، عندك choose sustainable، عندك shop wisely، وهكذا. دول ال10. طيب، نيجي بعد كده مثلا للمرحلة الابتدائية، طالب اختار مثلا يكتب عن السياحة،
طالب اختار يكتب عن السياحة، عنوان المشروع البحث بتاعه هو كلمة السياحة، فيكتب جنب كلمة السياحة توريزم، توريزم يعني السياحة، يبقى كده هو استفاد بكلمة في مادة اللغة الإنجليزية. جه بعدها مثلا في عنوان أهمية السياحة، أهمية السياحة، يكتب جنب أهمية السياحة باللغة العربية يكتب importance of tourism، importance of tourism، ده توظيف اللغة الإنجليزية. أكيد هيصادف هيتكلم عن أنواع السياحة types of tourism، عايز تكتب دي بس ما فيش مشكلة، عايز تكتب types of tourism in Egypt، أنواع السياحة في مصر، ممكن تشوف انت نوع السياحة اللي انت بتتكلم عنه. انت ممكن ما تتكلمش عن الاربع انواع دول لان في اكثر من نوع، انواع كثيرة. عايز مثلا هتكتب السياحة الثقافية، هتكتب cultural tourism. لو انت بتتكلم عن السياحة الترفيهية اكتب جنبها leisure tourism. لو انت بتتكلم عن السياحة العلاجية اكتب جنبها medical tourism. لو انت بتتكلم عن السياحة الدينية او ذكرت السياحة الدينية في كلامك اكتب religious tourism وهكذا. وانت بتتكلم اكيد هتجيب سيرة اماكن سياحية في مصر، المكان اللي تجيب سيرته باللغة العربية اكتب جنبه باللغة الانجليزية، سواء كان جيزة مثلا. انا مديلك امثلة توضيحية، طبعا دي شرحتها على القناة كفيديوهات منفصلة. عندك جيزة، لو انت كاتب الجيزة اكتب جنبها الجيزة باللغة العربية او باللغة الانجليزية. عندك مثلا دهب اكتب جنبها كلمة دهب، دهب لغة عربية مكتوبة باللغة الانجليزية جنبها. بتكتب او بتتكلم عن الاهرامات اكتب جنب الاهرامات the pyramids. بتتكلم عن المتحف المصري مثلا او كاتب كلمة المتحف المصري كلغة عربية عندك في المشروع البحثي اكتب the Egyptian museum. او لو بتتكلم عن المشروع عن المتحف المصري الكبير اكتب جنبه the Grand Egyptian museum وهكذا. في عبارات انت بتكتبها في موضوع السياحة، لو انت عايز تكتب لافتة مثلا اهلا بكم في مصر، او اهلا بك في القاهرة، او اهلا بك في الغردقة، او اهلا بك على حسب المكان، بتقول ويلكم تو كايرو ايجيبت، او ويلكم تو هورجادا، او ويلكم تو شرم الشيخ وهكذا. يبقى انت تكتب ويلكم تو وتكتب اسم المدينه او المكان اللي انت عايز تكتب لافته ترحيب ليه. طيب عندك مثلا عايز تكتب لافته بعنوان مصر بلد الامن والامان اكتب ايجيبت از ذا لاند اوف بيس اند سكيورتي، ايجيبت از ذا لاند اوف بيس اند سكيورتي. عايز تكتب مثلا بتتكلم عن شرم الشيخ وعايز تقول شرم الشيخ مدينة السلام، هتكتب شرم الشيخ the city of peace. ممكن تكتب شرم الشيخ comma the city of peace، أو تكتب شرم الشيخ is the city of peace. تمام كده؟ طيب عندك بعد كده بحث عن الماء، وده خاص بطلبة برضو ابتدائي. أكيد أنت هتكتب الماء في النص السطر كده او عنوان مشروعك البحثي، فطبيعي هتكتب water، water كعنوان، دي اساسية كده انت استخدمت كلمة في اللغة الانجليزية. تمام كده؟ عايز تكتب حالات الماء مثلا، حالات الماء، انا كاتب مثلا حالات الماء باللغة العربية. تمام كده؟ انت تكتب جنبها states of water، تكتب بقى سواء كانت solid الحالة الصلبة، liquid الحالة السائلة، gas الحالة الغازية. وممكن يصادف احد الكلمات الاتية، طبعا انا مش عارف انت كاتب ايه في مشروعك البحثي اللي هو عنوانه الماء، لكن مثلا هيصادف مثلا كلمة يتبخر او تبخير، هتكتب يتبخر اكتب جنبها evaporate، تبخير عملية تبخير اكتب جنبها evaporation. لقيت مثلا ينصهر، او انا معرفش انت كاتب ايه برضو، كلمة انصهار او ينصهر، لو لقيت كلمة ينصهر اكتب جنبها ملت. لو بتتكلم كحاجة عنوان على الانصهار اكتب ملتنج وهكذا. طيب عندك مثلا هيصادف في مشروع المياه، اكيد هتتكلم او تجيب سيرة الماء المالح او الماء العذب. لو ماء مالح اكتب جنبها سولت ووتر، لو ماء عذب اكتب جنبها فريش ووتر وهكذا. عندك مثلا وانت بتتكلم جت كلمة او عبارة او كلمتين الكائنات الحية، جنب كلمة الكائنات الحية اكتب living things وهكذا. جت سيرة الغطس مثلا وانت بتتكلم عن الماء، رياضة الغطس اكتب جنبها diving وهكذا.
عندك مثلا جت سيرة الآبار، الآبار والعيون والحاجات دي، الآبار يعني ويلز، وانت بتكتب كلمة آبار كده اهو اكتب جنبها ويلز، يبقى كده انت بتوظف اللغة الإنجليزية في المشروع البحث بتاعك. طبعا انت كتبت ايه في اللغة العربية او الدراسات او العلوم او الرياضيات دي مش قضيتي، انا بساعدك كمدرس لغة إنجليزية ازاي توظف الإنجليزي. عندك مثلا وانت في مشروعك البحث كتبت مثلا وادي النيل، اكتب جنب وادي النيل ذا نايل فالي، تبقى جميلة قوي دي، تتحسب 3 كلمات. عندك مثلا في الماء ممكن صيد الاسماك، مثلا صيد الاسماك تكتب جنبها كاتشنج فيش، وهكذا. عندك مثلا اكسجين يعني اكسجين، وهكذا. عندك مثلا وانت بتتكلم مثلا جات سيرة ضوء الشمس، ضوء الشمس اكتب جنبها سان لايت، السد العالي اكتب ذا هاي دام، وهكذا. عندك الغلاف الجوي، الغلاف الجوي اكتب جنبه ذا اتموسفير، طبعا انا كاتبها كابيتال او سمول على حسب ما انت كاتبها، لو كانت عنوان هتكتبها كابيتال، لو كانت حاجه عنوان، لو كانت وسط مدمجه او مدخله داخل المشروع البحث نفسه اكتبها عادي سمول، يعني عادي اتموسفير الغلاف الجوي. عندك irrigation يعني الري، وهكذا. عندك مثلا لو صادفك وانت جبت سيره منظمه الصحه العالميه هتكتبها طبعا منظمة الصحة العالمية، يا سلام لما تكتب جنبها World Health Organization، World Health Organization منظمة الصحة العالمية، تكتب كابيتال W كابيتال H كابيتال O، بتبقى جميلة قوي، دول يتحسبوا 3 كلمات في اللغة الإنجليزية، وهكذا. تيجي مثلا لو انت بتجيب سيرة المحاصيل الزراعية مثلا رايس شوجر كين كوتون وهكذا، تكتب هذه الكلمات باللغة الإنجليزية. عندك لو انت جبت سيرة مثلا ايه او كاتب في مشروعك البحثي الثروة السمكية او الثروة الحيوانية، اكتب جنب الثروة السمكية فيش ويلث، جنب الثروة الحيوانية انيمال ويلث، وهكذا. طيب عندك مثلا عبارات دي تخص الماء، مثلا we made from water every living thing، وجعلنا من الماء كل شيء حي، دي عبارة استشهادية من القرآن الكريم. عندك مثلا عايز تكتب حاجة مختلفة، water is the secret of life، الماء سر الحياة، عبارة استرشادية أخرى، وأنت كاتب مثلا you should save water، يجب علينا الحفاظ على الماء مثلا، بتاخد العبارة الاسترشادية دي وتكتبها وهي already أنت كتبتها باللغة العربية، عايز تكتبها باللغة الإنجليزية تكتب هذا الكلام. تمام كده؟ أعتقد ده مشروع يعني أو فيديو بسيط جدا لتوضيح إزاي توظف اللغة الإنجليزية في المشروع البحثي بتاعك. إن شاء الله مكملين باقي المشروعات البحثية الخاصة بالمرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية. إذا عجبك الفيديو لايك شير سبسكرايب للقناة لكي يصلك كل جديد في المشروعات البحثية القادمة. تحياتي مستر وجدي نبيل.